الخير عليك يا إيمان. يعني تحركات غير مألوفة بنشوفها دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي وقوانين وغيره تجاه قضية التحرش، ايه وجهة نظرك في اللي بيحصل ده دلوقتي؟ صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير لكل مشاهدي صباح الخير يا مصر. مع الأسف ان احنا دايما بنحتاج لحادثة كبيرة تهز الرأي العام وبالتالي تخلينا نتحرك. يمكن ده بيفكرنا باللي حصل قبل تقريبا سنتين ونص، حملة كانت ضد التحرش على مستوى العالم، كان أساسها كمان حادثة هزت الرأي العام كله، وبدأت هاشتاجات ميتو وآلاف القصص الكاشفة. يمكن ده يعني بيفكرنا باللي حصل في مصر مؤخرا بعد الحادثة اللي هزت الرأي العام، لكن احنا بنتمنى انها تكون دافع مش اننا نتحرك بس وقت الأزمة او في اعقاب الحادثة ونعتبره ملف وانتهى حتى بمعاقبة المتحرش. الفكرة هي المكاشفة، الفكرة هي عدم تخويف البنت من انها تاخد حقها، من انها تكشف المتحرش، تكشف فعله المشين اللي مش بس بيضر بيها لكن بيضر بالمجتمع كله. احنا بنتكلم عن الملف ده وشايفة انه مواجهته هو الحل الامثل، والمواجهة مش هتتم الا بالكشف عن المتحرش. واحنا كمجتمع دورنا ان احنا ما نخوفش البنت، دورنا كأهالي ان احنا ما نوجدش مبرر للمتحرش باننا نعرض البنت لأي تبرير ان المتحرش هو كان له حق عشان لبسها، كان له حق عشان تواجدها في مكان ما. كل دي مبررات ما بتعملش غير انها بتفاقم من الأزمة. اكيد حل أزمة التحرش هيكون بعيد عن السكوت، لكن فقط بالمواجهة. جمانة، يمكن ده اللي حصل في الحادثة الأخيرة، شفنا شخصيات عامة، شفنا مشاهير غير التعبير عن التضامن، لا كمان بقوا يتحركوا عشان يكشفوا قصص تانية، يكشفوا ويشجعوا البنات ان هم يكشفوا عن اي واقعة تتعرض لها على فكرة حتى لو كانت بسيطة. صحيح ايمان، وفعلا ده التغيير اللي حاصل للمجتمع كله، ودي خطوة ايجابية بشكل كبير جدا. ايمان بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، وهرجع لك تاني على مدار الحلقة عشان تابع معاكي باقي فقرات صباح الخير يا مصر.